بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واجبر كسرنا ويسر أمرنا وفرج كروبنا في كل مكان وحين يا رب العالمين. أرحب بكم إخواني وأخواتي في هذه المحاضرة الليلة للدكتور أحمد الفرجابي، وهي بخصوص ما وقع لأهلنا من زلازل عظام في تركيا وبلاد الشام. فليتفضل الدكتور، بارك الله فيه. الحمد لله، لا يحمد على مكروه سواه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أسأل الله العظيم أن يجعلنا جميعا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ونسأله تبارك وتعالى أن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يلطف بإخواننا في الشام وفي تركيا، وأن يلهمهم السداد والرشاد. اللهم تقبل من مات منهم شهيدا، وصبر من أصيب منهم بالمرض أو فقد الأعزاء، وأعنا جميعا للقيام بدورنا تجاههم، فنحن أمة الجسد الواحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا، أن يثبتنا على الحق، وأن يحفظ علينا إيماننا وديننا حتى نلقاه، وأن يحسن ختامنا ويحسن خلاصنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجبر كسر إخواننا، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين. ونعوذ بك اللهم من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. هذه بنت محمد بن واسع عليه رحمة الله تقول لوالدها: يا أبتاه، ما لي أرى الناس ينامون ولا تنام. طفلة تتعجب من والدها الذي جعله الخوف من الله لا ينام. ما لي أرى الناس ينامون ولا تنام. فقال لها: أي بنيتي، إن أباك يخاف البيات، يريد قول الله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله؟ ما أحوجنا إلى أن نقف مع أنفسنا لنعدها للقاء الله تبارك وتعالى، من أجل أن نحسن أعمالنا. والإنسان إذا حسن العمل كان على توبة وإنابة، فإنه لن يبالي إن وقع على الموت أو وقع الموت عليه، وسيردد ما قاله بلال: مرحبا بالموت، حبيب جاء على شوق. فنسأل الله العظيم أن يجعل ما حصل لإخواننا شهادة، فإن صاحب الهدم شهيد. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتعظ بهذه الدروس والعبر، ويزداد بها إيمانا وثباتا وتصديقا وإيمانا بالله تبارك وتعالى. هذه الأحداث إخواني وأخواتي تنزل على الناس، كل الناس، البر منهم والفاجر. وعندما تنظر هذه الأشياء، هذه البلايا والمصائب والزلازل والأعاصير، هذه المصائب الكبرى والابتلاءات العظمى، عندما تنزل على البشر، كل البشر، على الناس، كل الناس، فإن الناس ينقسموا عندها إلى ثلاثة أقسام، وأرجو أن تركزوا معي وتنتبهوا. عندما ينزل البلاء، الناس ينقسم إلى ثلاث طوائف: طائفة كانت على الخير، وكانت على البر، وكانت على الطاعة، فينزل عليها البلاء لترتفع عند الله درجات،
لتبلغ منازل ما كانت لتبلغها إلا بصبر على البلاء. وأجر الصابرين مفتوح، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن هنا يفهم أن هذا الابتلاء، أن هذه الزلازل تكون رفعة لهذه الطائفة. فأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل فالأمثل. ولذلك ينبغي أن نعي هذا الأمر العظيم. وقد ابتلى الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، ابتلاهم بطاعون عمواس، فمات منهم قرابة 20,000 صحابي، حوالي 18,000 صحابي مضوا في الطاعون إلى الله تبارك وتعالى. وكأني بأبي لأمين الأمة رضي الله عنه وأرضاه، الذي لما شعر الفاروق عمر أن الطاعون يحاصرهم أراد أن يستبقي هذا القائد العظيم والصحابي الجليل أميننا أيتها الأمة، فكتب له رسالة يقول له فيها: إذا وصلك كتابي هذا صباحا فلا تنتظر المساء حتى تركب إلي، أو وصلك مساء فلا تنتظر الصباح حتى تركب إلي. أخذ الرقعة وفهم مراد الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فكتب على ظهرها: رحم الله رحمك الله يا أمير المؤمنين، تريد أن تستبقي من لا بقاء له، إذا وصلك كتابي هذا فحلني من عزمك والسلام، فإنما أنا رجل من المسلمين يصيبني ما أصابه، أي دروس في العظمة والقيادة والعطف والشفقة على الأجناد والأتباع سنعرفها ونتعلمها من صحابة النبي الكرام. ثم تمدد ليموت. وصل الخطاب إلى عمر فحزن، قيل له: أمات أبو عبيدة؟ قال: الموت أحاط به. فلما جاءت اللحظات الحاسمة من حياة هذا الصحابي، اللحظات التي يؤمن فيها الكافر يصدق فيها المنافق، هذه اللحظات التي يعترف فيها كثير من أهل الإلحاد بخرافة ما كانوا عليه وبضلالة وجهالة ما كانوا عليه، ويندم ولكن ولا تساعة مندم. في تلك اللحظات أمر أمير الأمة الجند أن يلتفوا حوله، ثم قال لهم: أيها الناس، إن المرء لو عاش 1,000 سنة لابد أن يصير إلى مصرع هذا الذي ترون. يا للعظمة، تالله لو عاش الفتى 1,000 من الأعوام مالك أمره، مستمتعا في هذه الدنيا بكل نعيمة، مستمتعا فيها بنعمة عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بفكره، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. فالطب بنا يا ربنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. أيها الناس، إن المرء لو عاش 1,000 سنة لابد أن يصير إلى مصرع هذا الذي ترون، فاتقوا الله. ثم ماذا تريد يا صاحب النبي؟ قال: وليكن آخر عهدكم به طاعته. إنه الدرس العظيم الذي نريد أن نكرره بعد الذي حدث قبل الذي حدث، لأنه درس عظيم. فاتقوا الله وليكن آخر عهدكم به طاعته والسلام. ثم مضى بعد أن قال: يا معاذ صل بالناس، يسلمه الرايح. ومعاذ مصاب بالطاعون، ويأتي الدور على معاذ، وقبلها يخطب في الأمة قائلا: أيها الناس، لقد والله فجعتم برجل ما رأت عيني أطوع لله ولرسوله منه، لقد والله فجعتم برجل ما رأت عيني أنصح للمسلمين منه، فما أحوجنا إلى الناصحين، فإنه لا خير في قوم ليسوا بناصحين، ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين. ثم جاءت اللحظة الحاسمة
لمعاذ بن جبل، فماذا قال معاذ؟ اللهم إنك كنت تعلم أني ما كنت أحب طول البقاء في الدنيا لجري الأنهار، كري الأنهار لغرس الأشجار. يا لعظمة هؤلاء، كلنا إخواني يريد أن يبقى في الدنيا ليزيد أرصدة جمعها، أو ليدخل على امرأة خطبها، أو ليكمل عمارة بدأها، ولكن هو يقول ما كنت أريد طول البقاء لأجل هذا. فماذا تريد يا صاحب الرسول؟ ولكن لظمأ الهواجر بالصيام، مكابدة الساعات بالقيام. اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. هذا درس عظيم ينبغي أن نتعلمه، فإن الإنسان في أيام العافية ينبغي أن يغلب جانب الخوف، والله يرسل الآيات تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا من أجل أن يذكرنا، فإن من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. أما إذا وصل الإنسان للحظات الحاسمة فيا إخوتان، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وهذا ما قاله معاذ. اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، ثم مضى إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا تتابع الصحابة أمام البلاء، وضربوا أروع الأمثلة في الصبر والثبات والرضا بقضاء الله وقدره. فلئن فقد الإنسان أهله فما ينبغي أن يفقد إيمانه، ولئن فقد أمواله ما ينبغي أن يفقد رضاه عن الله ورضاه بالله ورضاه بما قدره الله تبارك وتعالى. فالدنيا ملك لله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أمره نافذ، فمن رضي فله الرضا وأمر الله نافذ، ومن سخط فعليه السخط وأمر الله نافذ. الطائفة الأولى، إذن نحن قلنا ينزل البلاء على الناس، على كل الناس، فينقسم الناس إلى طوائف ثلاث. الطائفة الأولى قلنا كانت على الخير وكانت على الطاعة، فنزل البلاء وأصيبت بالابتلاء لتبلغ منازل عند الله ودرجات ما كانت لتبلغها إلا بصبر على البلاء. أما الطائفة الثانية، وانتبهوا، فهي طائفة الغافلين، وما أكثر الغافلين في زماننا. نسأل الله العظيم أن يخرجنا من غفلتنا، والسعيد من وعظ بغيره. والإنسان ينبغي أن يعتبر، يا عبد الله، وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. إخوتاه، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى قبل أن تبنى. هذه الطائفة الثانية كانت غافلة، كانت لاهية، فردها البلاء إلى الله. وهنا تظهر بقية الحكم العظيمة، فإن الله هو الحكيم، هو العليم، هو الخبير، ومالك الملك سبحانه وتعالى. ولذلك أخذناهم بالبأساء والضراء، لماذا يا رب؟ لعلهم يضرعون، في الأعراف، لعلهم يرفعوا أكف الضراعة إلى الله، لعلهم يتضرعون، في الأنعام، يرفعوا أكف الضراعة إلى الله. والزيادة في المبنى تستدعي زيادة في المعنى، إلحاح وتضرع إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال لعلهم يرجعون. إذن المطلوب هو التضرع والإلحاح في التوجه إلى الله تبارك وتعالى، ثم الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الطائفة الثانية أيضا فهمت البلاء وانتفعت من البلاء، فعدلت مسيرها إلى الله، واستقامت على أمر الله تبارك وتعالى، وصبرت على أمر الله، ورضيت بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع على إخواننا وأخواتنا وأحبابنا، فنحن أمة الجسد الواحد، ولكن ما ينبغي إلا أن نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقهم جميعا لمحزونون.
فهنيئا لمن صبر ورضي، وهنيئا لمن استفاد من البلاء فعاد إلى الله، إلى رب الأرض والسماء، إلى طاعة الله تبارك وتعالى، فأدرك نفسه وعالج نقصه وتاب وأناب إلى ربه تبارك وتعالى، لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجعون. أما الطائفة الثالثة، وعياذا بالله أن نكون منها، فهي طائفة الغافلين القساة، الذين فيهم من يسرق المتاجر، فيهم من يمارس المنكرات، فيهم من يحرم إخوانه ويقصر في إيصال المساعدات إليهم، فيهم من لا ينتبه، فيهم من يلمذ المتطوعين من المؤمنين بالصدقات في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، قال العظيم فيسخرون منهم، قال العظيم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وهذه الطائفة عياذا بالله أن نكون منها، هي الطائفة التي لما نزل البلاء قست قلوبهم، لم يفهموا الدرس، لم يتعظوا، لم يعتبروا. قال عنهم الحسن البصري: الواحد منهم مثل الحمار، لا يدري فيما ربطه أهله ولا فيما أرسلوه، بل إننا نجد من إجرام أمثال هؤلاء من البشرية على وجه هذه الأرض في دركات لم يصل إليها الحيوان، ربما نجد من يشمت بأهل البلاء. سنركز ونعيد مرة أخرى هذه الطوائف الثلاث. عندما ينزل البلاء، قلنا طائفة كانت على الخير فنزل البلاء لترتفع بصبرها على البلاء وتبلغ منازل عند الله ما كانت لتبلغها إلا بصبر على البلاء، وطائفة كانت غافلة ولاهية، جاء البلاء فردها إلى الله فأنابت وتابت واستقامت ورجعت إلى ربها عز وجل، لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجعون. رجعوا إلى الله، أنابوا إلى الله، وهذه طائفة على خير. أما الطائفة الأخيرة والتي نحذر أنفسنا والأحباب منها، فهي طائفة الذين ما فهموا الدرس. قلنا، قال الحسن البصري: الواحد منهم مثل الحمار، لا يدري فيما ربطه أهله ولا فيما أرسله. هذه الزلازل، هذه المصائب يرسلها الله مواعد لمن يفهم، لمن يعتبر، لمن يتعظ. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فكان يتغير إذا اشتدت الريح، لأن الريح كانت هلاكا لأقوام، كان ينزعج فيدخل ويخرج ويتعوذ بالله من شره. ولذلك ينبغي أن نتعوذ من كثرة الزلازل، بل ينبغي أن نردد ونتعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته. الطائفة الثالثة عياذا بالله قال الله عنه: ولكن قست قلوبهم فلم يفهموا الدرس. ثم قال: وزين لهم الشيطان أعمالهم، زين لهم الشيطان الأعمال القبيحة فظنوها خيرا. يأتي الشيطان للواحد منهم قل لقد سلمت دارك وتلفت دور الجيران لأن قلبك أبيض ولأنك ولأنك. يخدعه الشيطان، يزين له العمل القبيح الذي هو عليه. وما أكثر المخدوعين الذين خدعهم عدونا الشيطان. ولذلك ينبغي أن ننتبه. وزين لهم الشيطان أعماله، بل نحن نريد أن نقول وننصح الباحثين والعلماء والدعاء حتى نفهم قضية البلاء ونفهم أقدار الله كيف تجري سبحانه وتعالى، وندرك أن حكمها تخفى علينا ومعظمها يخفى حتى على العلماء، ولكن الله هو الحكيم، هو الحكيم. ولا مانع للمؤمن من أن يجتهد في دفع أقدار الله بأقدار الله. قال ابن القيم: الفقيه والذي يدافع أقدار الله بأقدار الله.
ولا يرد البلاء مثل الدعاء، والدعاء والقضاء يتعالجان بين السماء والأرض، والدعاء سلاح لكن السلاح بضاربه والسيف بحامله. إذا كان في صاحبي هذا الدعاء قوة وإيمان ويقين وثقة، قلب حاضر وتوجه إلى الله بإلحاح، فإن الدعاء يرد البلاء. وإذا كان فيه لون من الضعف فإن الدعاء والقضاء يتعالجان بين السماء والأرض، وإذا كان الضعف زائدا فإن البلاء ينزل بعد أن يخففه الدعاء، ينزل وهو في ألطف أحواله. ما أحوجنا إذن إلى أن نعي ونتذكر هذه الدروس العظيمة، بل ما أحوجنا إلى أن نتهم أنفسنا بالتقصير لنحملها على الكمال. وهذا فرق كبير بيننا وبين سلف الأمة الكرام، فقد كان الواحد منهم يسيء الظن بنفسه فيسعى في إصلاحه، ونحن نغتر بأعمال زينها الشيطان، بأعمال تخللها العجب والرياء والغرور والإدلال على الله تبارك وتعالى. وكأني بميمون بن وهران، هذا الإمام العظيم قال لولده عمرو بن ميمون وهو من رواة السنن الكبار العظام، وميمون هو الذي ربى عمر بن عبد العزيز وكان مؤدبا لأولاده، هذا الرجل العظيم قال له: فخذني إلى الحسن البصري طبيب القلوب من أجل أن يزيل قسوة قلبي. لم يقل له الابن: أنت إمام كالحسن، وإنما مضى مع والده طاعة لوالده، وكان قد عمي فقد بصر وكان صاحب جسد ضخم، وبينما هم في الطريق مروا بجدول ما استطاع الأب الأعمى الكبير الضخم أن يعبره، فما كان من عمرو بن ميمون إلا وقد اضطجع على الجدول وطلب من والده أن يمشي على ظهره حتى يعبر، ليعلم الدنيا صنوفا من البر ومعاني من الأدب والمروءات. فلما وصلوا إلى بيت الحسن البصري طرقوا الباب، فقالت الجارية: من؟ فقال: ميمون بن مهران. قالت الجارية: صاحب عمر بن عبد العزيز؟ قال: صاحب عمر بن عبد العزيز. فقالت له الجارية: يا شيخ السوء، ما الذي أبغاك إلى هذا الزمان السوء؟ نحن قصار القامة لا نقبل مثل هذا الكلام. لكن العلاج الأول لقسوة القلب كان في كلام الجارية، ولذلك بكى ميمون كأنها تقول: الطيبين راحوا، ماذا تنتظر أنت؟ يا شيخ السوء، ما الذي أبقاك لهذا الزمان السوء؟ لأن القصة كانت بعد موت عمر بن عبد العزيز عليه وعلى سلف الأمة الكرام وعلى أمواتنا رحمات الله. فخرج الحسن على بكائه فتعانقا طويلا، فقال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت لقسوة قلبي، مرني ماذا أفعل؟ أغسل لها الأموات، أحمل بها الجنائز، أزور بها المقابر، هذه علاجات لقسوة القلب. يا قساة القلوب اتعظوا بما حصل لأحبابنا وإخواننا، إنها دروس عظيمة، لكننا في زمان عجيب قل فيه من يتعظ والعياذ بالله. فقال له: يقرأ قول الله: فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فسقط ميمون ثم نهض بعد ذلك فشكر الحسن وانصرف. قال له ابنه: ما زاد على أن قرأ عليك الآية؟ قال: أما والله لو تأملتها لتقطع لها نياط قلبك، لتقطع لها نياط قلبك. فعلينا أن نتعظ بآيات الله المقروءة، ونتعظ بآيات الله في الأكوان، ونتعظ بالزلازل والأعاصير والثلوج والمصائب التي يبتلي الله بها البشر، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. مضى معنا أن الأصناف ثلاث: طائفة على الخير فارتفعت بصبرها،
طائفة كانت غافلة فردها البلاء، وهذه على خير، ردها البلاء إلى الله فتابت وأنابت واستقامت، وطائفة لم تتعظ ولم تفهم الدرس ولم تعي الدرس، وهؤلاء يستدرجوا. ويصبح بعد ذلك، تصبح هذه الأحداث المؤلمة تاريخ. مس آباءنا السراء والضراء، الضراء والسراء، يصبح حديث وأحاجي وقصص تحكى. وأحذر من الغفلة التي تظهر، فقد أحاطت بالدنيا قبل يعني مدة قصيرة كورونا، ولم يفهم الناس الدرس، واشتغلوا أصفر أخضر أحمر حضر سفر مجيء، اشتغلوا بالماديات عن الدرس العظيم. وهو درس خطير، زلزال في قوة، كما أشار أهل الاختصاص، مئات القنابل يعني النووية. والله تبارك وتعالى يعني أحاط بكل شيء علما. فاقدروا العظيم حق قدره، وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. إنها دروس ينبغي أن نقف عندها، دروس ينبغي أن نتعظ أمامها. إذن هذه أيضا من آثار القسوة، أن يشتغل الناس بالمظاهر بالقصص بالصور عن العبر والعظات والدروس والمهام التي ينبغي أن نقوم بها تجاه إخواننا. والمتأمل لآيات البلاء والابتلاء أيضا سيجد قول الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، يا لها من تذكرة، كفى بالموت واعظا يا عمر كان نقش خاتمي، كفى بما حصل لإخواننا واعظ ومذكر لنا إخواني، فهنيئا لمن فهموا الدرس فأخرجوا أموالهم لإخواني وضحوا بأنفسهم لإخواني. وسنكرر التحية لإخواننا في المؤسسات الخيرية على مجهوداتهم، وقطع الله ألسنا تريد أن تخزله، وما أشبه الليلة بالبارح، فقد أطل من أهل النفاق من يقول: من صدق فيهم قول ربنا العظيم، والذين يلمزون المتطوعين، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. حذاري أخي، حذاري أختي، حذاري أحبابي، أن نكون ممن يأتيه الشيطان يقول: لا تدفع، إن الأموال لن تصل، وأنت لست مسؤول بها عن هذا، عليك أن تجتهد. ودونكم حديث الذي خرج بصدقته فوضعها في يد سارق وغني وزانية، وكان يحزن بعد كل ليل، فأتي به من يبشره بأن صدقته قد تقبلها الله. لا شك أن الإنسان ينبغي أن يجتهد في وضع صدقته في مواضعها، لكن ما ينبغي أن يجعل هذا سببا للامتناع أو لتخذيل الناس أو لمنع الناس من البذل والوفاء. ونحن نحب أن نذكر أننا سنسأل أمام الله تبارك وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، إنه الاستدراج. وإذا رأيت الله يعطي المرء على معاصيه فاعلم أنه يستدرج، فاعلم أنه مستدرج. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، لاحظ الآن، فلما نسوا ما ذكروا به. هل الإنسان يقول يتوقع انتقمنا منه؟ لكن قال العظيم: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذا استدراج خطير، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. حتى إذا فرحوا بما أوتوا واطمأنوا لدنياهم أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فإذا هم يائسون من كل شر، فإذا هم يائسون من كل خير، وقد أحاط بهم الشر كل الشر عياذا بالله. فحذاري يا عبد الله من أن تكون ممن يستدرج، ممن يخذل إخوانه. والمؤمن أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله ولا يحسده. الحديث: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
ثم إنني أستأذنكم في أن أقف مع بعض المخذولين الذين يظهر إلحادهم ويظهر فسقهم وتظهر علل من خلال اعتراضهم على أقدار رب البرية سبحانه وتعالى. ونريد أن نقول للبلهاء إن ربنا العظيم الحكيم ما رضي الدنيا ثوابا لأوليائه ولا رضي الدنيا عقابا لأعدائه، ولو كانت تزن عنده جناح بعوضة ما سقي كافر منها جرعة ماء. ولذلك يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، يعطي الدنيا لمن يؤمن ولمن يكفر. جاء في الدنيا كليم الله موسى وجلس جائعا متعبا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وجاء فيها رسولنا وربط الحجارة على بطنه من شدة الجوع، وشبع في الدنيا لكع ابن لكع لأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة. ولذلك ينبغي أن نعي هذه الدروس. ونريد أن نقول لهؤلاء المبهومين، لهؤلاء الذين يأتوا بالأقاويل التي تشم منها رائحة الاعتراض ورائحة الإلحاد لأنهم تسيطر عليهم الحيرة، وليتهم وقفوا مع الملحدين من كبارهم الأشقياء، ماذا قالوا في اللحظات التي خرجوا منها من هذه الدنيا؟ بل كأني بفرعون، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إنها عبارات يرددها كل معترض، كل منافق، كل فاسق بأشكال وطرائق وصور، ولكن هيهات وهيهات، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذه الدنيا لن يفهمها إلا المؤمن، ولن يسعد فيها إلا مؤمن بالله تبارك وتعالى. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن هذه الزلازل تزيد أهل الإيمان إيمان بقدرة القدير وبحكمة الحكيم سبحانه وتعالى، وتزيد أهل النفاق شرا حتى يتفوهوا بالشر، وتزيد أهل الإلحاد أمراضا وعلل نفسية وجميعهم مرضى. وأهل النفاق قديما قالوا في الذين مضوا مع رسولنا يوم أحد، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو سمعوا كلامنا ما ماتوا وما قتلوا. فرد عليهم العظيم الحليم بآيات ثلاث. قال العظيم: اتركوا هؤلاء، قل إذا جاءكم الموت قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أيها الشامتون ادفعوا عن نفسكم الأعاصير. أيها الواهمون بأنكم تملكوا التأثير على أقدار الله، ادفعوا أقدار الله إذا جاءتكم، فأنتم أضعف. والجبابرة ينتقم الله منهم بالبعوض وبالغرق، فكلا أخذنا بذنبه، ليبين حقارته وليبين ضعفه. قال لهم: قل فادروا عن اتركوا هؤلاء قل فادروا عن أنفسكم الموت إذا جاءكم إن كنتم صادقين. ورد عليهم بقوله: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبه، والله يحيي ويميت. ورد الله عليهم بقوله: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لقد مضى بعض الظلم وقد أحاط به 30 طبيبا عالميا جلبوا له، ولكن إن الحبيب من الأحباب مختلس، لا يمنع الموت بواب ولا حرس. لم يغن عنه الحرس ولا الجيوش، ولم يغن عنه الأطباء، وأرى الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفع مكروه أتى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يشفي منه فيما قد مضى. ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، ويبقى وجه ربه سبحانه. ما أحوجنا إلى أن نتذكر هذه المعاني إخوتاه، مشيناها خطا كتبت علينا
ومن كتبت عليه خطم مشاه وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأته منا أتاه ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواه. وهو أحد الفلاسفة الملحدين الفيلسوف الفرنسي في أيام متران لما كثرت الجراح ولا بد أن تكثر، فهذا شأن الدنيا جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأقداء ومكلف الأيام فوق طباعه متطلب في الماء جذوة نادي. هذا الرجل قال الدنيا ما فيها فائدة، الإنسان يفرح اليوم يحزن غدا، قمة السعادة يأتي خبر ماتت الأم مات الأب هلك الأموال، نعيم الدنيا منقص. ولذلك دعوني أهنئ المؤمنين فأقول لا يمكن أن يسعد في الدنيا إلا مؤمن. ربما يعترض يقول يا شيخ يا أخي عندنا كفار سعداء، لا يوجد في الدنيا كافر سعيد، الكفار يمكن أن يعيشوا اللذة، واللذة يشاركنا فيها الطير والحيوان البهيم لأن اللذة مؤقتة، لكن السعادة لا ينالها إلا مؤمن وسنثبتها. أما اللذة فهي محصورة، واللذة قد تكون في طعام جميل، متى تنتهي اللذة؟ عند آخر لقمة. يستوي من أكل أفخم الطعام ومن أكل الخبز اليابس. اللذة قد تكون في اللعب، فمتى تنتهي اللذة؟ عند انتهاء اللعب. وبعد ذلك هذا الذي لعب يوما يجد على نفسه العرق والتعب والرائحة المنتنة، وربما يجد رجله مخدوشة مجروحة مكسورة تنتهي. الذي يأكل أجمل طعام بعد آخر لقمة قد يتأوه فيحمل إلى المستشفى ويحمل وهو في قمة الألم، نعيم الدنيا منقص. هذا هو الذي جعل هذا الفيلسوف يخرج بنظرية، قال هذا الذي لا يؤمن بالله، ومن لا يؤمن بالله في تيه وفي ضياع. فانتبهوا يا عباد الله ولا تنخدعوا بكلماتهم المنتنة، كلماتهم التي تدل وتخرج من نفوس مريضة قاصرة جاهلة. النظرية عنده قال طالما كانت الدنيا مليئة بالجراح واللذة فيها محدودة، فعلى الإنسان إذا كان سعيدا أن ينتحر، أن يقتل نفسه قبل أن تضيع اللحظة الجميلة، والواهم يظن أنه يمضي إلى خير، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة، راحة لكل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وطبق هذا المعتوه نظريته عندما خرج مع زوجته كانت في قمة السعادة فقتلها، ثم ذهب يسلم نفسه وقال كانت زوجتي سعيدة وفرحة فقتلتها خوفا عليه. فنظر إليه الشرطي واندهش وتحقق من أمره. فإذا هو الفيلسوف رقم واحد عندهم، رفع أمره إلى وزير الداخلية، رفع أمره إلى متران وقتها متران. فقال الرئيس الفرنسي وقتها انظروا إلى فيلسوفنا، إذا كان سكران فانتظروا حتى يفيق، حتى تطير وتخرج يخرج من أثر السكر، وإن كان مجنونا فحولوه إلى مستشفى المجانين، وإن لم يكن سكران ولا مجنون فعار على فرنسا أن تعتقل عقله. حق لنا أن نحمد الله على نعمة الإيمان، على نعمة هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ويا له من رب عظيم إذا مس بالسراء عم سروره، أو مس بالضراء عقبها الأجر. ولذلك المؤمن سعيد، لأن السعادة هي نبع النفوس المؤمنة بالله الراضية بقضائه وقدره المواظبة على ذكره وشكره وحسن عبادته. مرة أخرى
السعادة هي نبع النفوس المؤمنة بالله الراضي بقضائه وقدره المواظبة على ذكره وشكره وحسن عبادته. أهل الإيمان لا تزيدهم البلايا والمصائب والحشود إلا إيمان. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعجبت لمن خاف أو خوف كيف يزهل عن قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني وجدت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ويخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافون. حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال أبو مسلم عندما ألقى به طلحة بن خويلد في النار فخرج وقد أكلت النار قيوده وسلم. فلما جاءت خلافة عمر دعاه فقال الحمد لله الذي يعني أحياني حتى أراني شبيها إبراهيم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعجبت لمن اغتم كيف يسأل عن قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني وجدت الله بعقبه يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وهذه مفيدة لمن فقدوا أحبابهم، لمن فقدوا أموالهم، لمن حزنوا، وهي ليست لنبي الله يونس خاصة، ولذلك قال وكذلك ننجي المؤمنين. بل عجبت لمن تآمر الناس عليه مكروا به أرادوا به الشر كيف يسأل عن قوله تعالى وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإني وجدت الله بعقبه يقول فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وعجبت لمن ضاق صدره كيف يسأل عن قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يا أهل البلاء كلنا ضاق صدورنا وتألمنا لإخواننا، ما هو العلاج؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كم هو عظيم هذا الدين العظيم. ورحم الله الدكتور مالك بدري الذي عمل في لندن وكراتشي وماليزيا والخرطوم والرياض، عمل في عواصم كبيرة، قال تمر أزمات وتمر كوارث على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كوارث من الجوع، يعني هذه المصائب. قال لو مرت مثل هذه الأزمات الجوع والمجاعات والمصائب لو مرت على بعض البلاد الغربية قال سينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، ثلث يتحول إلى مجانين، ما أقول ما عندي عشاء ما عندي درهم ما عندي كذا، ثلث يأكل بعضهم بعضا، ثلث يعني ينتحر. قل وتمر الأزمات على ديار المسلمين فتجد هذا الفقير المعدم يقول الحمد لله، ينام ملأ فيه، يضحك ملأ فيه وينام ملأ جفونه، راض بالله وراض عن الله تبارك وتعالى. فينبغي أن نحمد الله على نعمة الإيمان، نعمة الإيمان التي تتجلى من خلال هذه الأهداف في عجوز همه تحت الركام أن يصلي، في فتاة حزينة لأنها ما صلت. يا لها من معاني ينبغي أن يفهمها، متى يفهم؟ المقصر الذي يمشي في الهواء الطليق. علينا أن ندرك أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وإلا كيف ينجو طفل الرضيع ويموت صاحب العضلات. نحن نريد أن نقول الإنسان لن يمضي من هذه الدنيا إلا بأجله، والأجل يطاردنا، والإنسان لا يمكن أن يموت، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إنها معاني تزيدنا إيمانا، وهي المعاني التي تشوش على أهل الفسق والضلال. المؤمن ينبغي أن يدرك أن هذا بتقدير الله، وأن ما قدره الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون، فهو يردد قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهو يعلم أن أهل الأرض لو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، أو أرادوا أن ينفعوك فلن يستطيعوا.
إلا بشيء قدره الله لك وكتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن المؤمن أمام الأحداث لا يكون سلبيا، لا يقول لو كان كذا كان كذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. المؤمن يعمل في هذه الحياة إلى آخر اللحظة. إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليفعل. إنها المعاني التي ينبغي أن نربي أنفسنا عليها، التي ينبغي أن نتذكرها ونكرر التحذير من ضياع الإيمان، من تأويلات أهل العلمنة والفسق والفجور. وأهل العلمنة وأفكار الماسونية والإلحاد يريد أن يجعل الأحداث أسبابا مختلفة، ونحن نوقن أن لكل شيء سبب، ولكن المؤمن أيضا عليه أن يفعل الأسباب دون أن يعول عليها، فترك الأسباب جنون، والتعويل على الأسباب خدش في التوحيد وعمل لا يكون. إننا بحاجة إلى أن نجتهد، وبحاجة إلى أن نفعل الأسباب، وبحاجة إلى أن نأخذ الاحتياطات فنبني مباني قادرة على الصمود. نفعل الأسباب لكن حذاري من أن نعول عليها. ترك الأسباب جنون. الذي يريد أن ينجب دون أن يتزوج مجنون، يريد أن ينجح دون أن يذاكر مجنون. ترك الأسباب جنون، والتعويل على الأسباب خدش في التوحيد وعمل لا يكون. فإن الله تبارك وتعالى يعطل الأسباب، فسبحان من لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فحذاري أن تظنوا أن هذه أحداث من الطبيعة وأنه حصل كذا وكذا، يريد أن يبعدوها عن أثرها الإيمان. لقد حذرونا من أن هذه مناطق يعني قابلة للزلازل، والزلازل فيها نشطة، والبراكين، كل ذلك صحيح، وكل ذلك من المعلومات التي يستطيع أن يصل إليها الإنسان بهذا العقل الذي وهبه الله له، وليته استخدمه فيما يرضي الله. ولكن يعجز هؤلاء جميعا أن يحددوا اللحظة، فلا يعلم الغيب إلا الله. والله قال لرسوله ولو كنت أعلم الغيب، الرسول يقول استكثرت من الخير وما مسني السوء. بل ها هي الدروس تترى لهؤلاء الذين يريد أن يؤله العلم، يريد أن يتكل على أسباب دون العبادة والتوكل على مسببها. هؤلاء يجدوا الصفعة والصفعة، فهم لا يعرفوا مركز الزلازل إلا من حركة الحيوان البهيم. اتجاه هروب القطط والحيوانات يحدد مركز الزلازل، ثم يعرفها الإنسان في وقت متأخر بعد ذلك. إننا نريد أن نقول لا يعلم الغيب إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكانوا قبل أزمنة يقولوا غدا الجو ممطر كذا، الآن يقولوا من المحتمل. قراءاتهم صحيح، رصدوا حركة السحب، لكن السحب مسيرة، لكن خريطة الكون تتغير بنيران تشتعل، أو بسرب من الطيور يتحرك، فمن الذي حركه؟ ومن الذي عطل هذه الأشياء؟ ومن الذي ساق الماء السحب من مكان إلى مكان؟ إلا الله وحده سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن ندرك هذه المعاني. فإن فقدنا أحبابنا وأموالنا وإخواننا، فما ينبغي أن نفقد إيماننا أو يهتز يقيننا بالله تبارك وتعالى. الأمة ينبغي أن تعي الدرس، وعلينا أن ندرك أن هذه الأحداث والصعاب لا تزيد على الإيمان إلا إيمانا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب هل خافوا هل انهزموا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نسأل الله أن يقبل من مضى شهيدا، وأن يجعل في هذا الذي حصل عبرة ويغض للأمة. ونحيي كل من ساهم، ونهني كل من استيقظ من غفلته وأبصر بعد نومه، وتحرك بعد يقظة
يعني من ردة الغافلين كما قال ابن القيم، لينطلق إلى الله وفي طاعة الله. إننا ينبغي أن نتربى من خلال الأحداث، تربى على الصبر، تربى على الرضا بقضاء الله وقدره، تربى على أن نكون إلى جوار إخواننا، تربى على الدعاء لهم، نتربى على أن نعتبر ونتعظ بما حصل لإخواننا. فالإنسان إذا مضى هؤلاء ينبغي أن يسأل نفسه. قال رجل لابن المبارك عظني، قال أين أبوك؟ قال مضى. قال لا خير في من يحتاج إلى موعظة بعد موت أبي، وأنا أقول لا خير في من يحتاج إلى موعظة بعد موت جاري، ولا خير في من يحتاج إلى موعظة بعد موت الآلاف من أحبابنا وإخواننا في هذه الزلازل. علينا أن نسأل أنفسنا على من سيكون الدور بعده، فكلنا ماض إلى الله، لكن العبرة على أي خاتمة سنمضي. ولذلك أيها الأحباب الكرام، ينبغي أن نجتهد في مناصرة إخواننا، في الوفاء لهم، في البذل من أجلهم. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، ما كان يطيق الفاقة والحاجة في أمته، تغير وجهه لما وجد وشاهد وفد دخل عليه وعامته من مضر تبدو عليهم الفاقة. نبي الرحمة ما كان يطيق أن يرى البؤس والفاقة والفقر في أمته، فانزعج ودخل وخرج يبحث في بيوتاته فلم يجد. بيت النبي ليس فيه ما يقدمه. نحن بيوتنا تمتلئ بالخيرات، وما عرفنا كيف نشكر الوهاب رب الأرض والسماوات. ثم جمع الناس وحشدهم، الصلاة جامعة، وقال تصدق رجل من درهمه، من ديناره، من صاع بره، من صاع شعيره. الصحابة قالوا حتى ظننا أنه لا شيء لأحد منا في فضله، إنه ظرف نذكر به، والفضل هو ما زاد عن حاجتنا، كل ما زاد عن حاجتنا. بل ينبغي أن نقدم بعض حاجتنا لإخواننا. هذه معاني ينبغي أن ندركها، لأن الأخوة ليست ادعاء. ونحب أن نختم موعظتنا وحديثنا بالتذكير بواجبنا تجاه إخواننا. نحن قلنا كان في سلف الأمة من لا تجب عليه الزكاة لأنه ما كان يبغي شيئا، وكان في سلف الأمة من يجلس فيخرج من زاد ما كل ما زاد عن حاجته، فيقول ثم يقول اللهم من مات من أمة نبيك جائعا فلا تؤاخذني به فإني لا أملك شيئا. وكان ويس القرن يجلس آخر الليل ويخرج ما زاد عن حاجته ثم يقول اللهم من مات من أمة نبيك جائعا فلا تؤاخذني به فإني لا أملك شيئا، ثم يمسك رداه ويقول اللهم من مات من أمة نبيك عاريا فلا تؤاخذني به فإني لا أملك غير ردائها. فهل شعرنا بحاجة إخواننا في شدة البرد، شدة المصائب والزلازل وألم الأحزان وفقد الأحباب، فقد الأموال، فقد المأوى؟ إنهم يحتاجوا منا إلى أن نقف معهم، وهذه دعوة إلى أن نقوم بكل ما علينا وأن نبذل كل ما في وسعنا. فإن الإنسان ينبغي أن يقوم بواجبه كاملا، والكلام لأحاد الأمة كبارها وصغارها، كل ينبغي أن يبذل. وعلينا أن ندعو الله تبارك وتعالى لأنفسهم ولنا، ندعو الله لهم وندعو الله لنا بأن يحسن ختامنا وأن يحسن خلاصنا. ونكرر التحية للعاملين في المؤسسات الخيرية، وأدعو أحبابي إلى أن يؤيدوهم يناصروهم ويبذلوا من أجلهم، فهم رجال جندوا أنفسهم ليوصلوا هذه المساعدات، بل قاموا بأنفسهم بخدمة إخوانهم، وهم بذلك يقوم بهذا الواجب نيابة عن أمة النبي عليه الصلاة والله وسلام. إن هذه الأحداث ينبغي أن تزيدنا إيمانا وتزيدنا رضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. هذه الأحداث ينبغي أن نتخذها فرصة لتربية أنفسنا. علينا أن نكثر من الدعاء لمن مضى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا وموت المسلمين، وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ولي ذلك والقادر عليه. إن أهم ما نرجوه بعد هذه الكلمات هو أن نحول الكلمات إلى أفعال، أن نجند أنفسنا، لأن المسلم ليس عليه أن ينفق فقط، بل عليه أن يحض ويحرض.
فإن الله لم يقل ولا يعطي المسكين، وإنما قال ولا يحض على طعام المسكين، فلا هو بذل ولا هو شجع غيره. وعليه فأنا أقول يا مسلم يا مسلم، يا من لا تملك دينارا ولا درهم، عليك أن تقوم بما عليك في التحريض والتشجيع على الوقوف مع إخواننا. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعف الحال. نسأل الله العظيم أن يرحم من فقدناهم في هذه الزلازل، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. ونسأل تبارك وتعالى أن يملأ قلوب ذويهم أمنا وأمانا وصبرا ورضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. وارحم اللهم موتانا وموت المسلمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. تم الكلام، ربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين، اللهم استجب. بارك الله فيكم شيخنا وفتح عليكم، ونسأل الله أن يجعلنا من الذين تصلهم المواعظ فيتبعون أحسنها، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين في كل مكان وحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.